عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسمون قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصل للرؤوس ويحطم ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم أبو فاضل من وين هذه البطولات بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم عرف المواعظ لا تفيد في معشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا ماذا صنع أبو فاضل فانصاع يخطب في الجماجم والكلى فالسيف ينثر والمثقف أو وين صوتك ها ينظم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الجيوش بسيفه أبو فاضل والله يفعل ما يشاء ويحكم بأبي وأمي فهوى بجنب العلقم وليته للشاربين يدافع العلقم تسألني عن حال الحسين شلون مشى إلى عضيد بأبي وأمي فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسيم قد رام يلثمه فلا يرى موضعا وويله لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أأخي من يحمي به
بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحمو خريت لو يم جسد حام الضعينة بشمال شال السيف والراية بيمينه اقل يا ساق الضامية وكافل العيلة هذا العلم طايح وبعدك من يشيله شمت عدوي واشتفى منك غليلة وظلت يا خويا بالظما ترقب سكينة جاوب العباس قال لا يا نور العين شيل السهم بهداي ولا تذكر سكينة يا خويا تفتت حشاي بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماي شاقول لا قالت يا عمي الوعد وينه ايه قال لي يا عقلي آيسات أت من سمعت الصوت وطلعت ويا هالحرام بابواب البيوت مجيك تنتظر والقلب مفتوت والحرم من طاح العلم ضج بحنين.